بسم الله الرحمن الرحيم. دائما في إطار دراسة عوامل تغير الساكنة، قلنا آخر عامل من عوامل تغير الساكنة هو عامل الهجرة. دونك ماذا أعني بالهجرة؟ الهجرة هي انتقال أفراد من ساكنة إلى أخرى. دونك انتقال أفراد من ساكنة إلى أخرى، إلى ساكنة أخرى. هاد الساكنة اللي كيجيو منها الأفراد كتسمى ساكنة مصدرة للهجرة، والساكنة اللي كيمشيو لها الأفراد كتسمى ساكنة مستقبلة للهجرة. بالنسبة لهاد الهجرة هادي، يعني الانتقال ديال الأفراد من ساكنة إلى أخرى، ففيه جوج ديال الأنواع. كاين واحد الهجرة كتسمى هجرة أحادية الاتجاه، كتسمى هجرة أحادية الاتجاه، يعني أن الأفراد كينتقلوا مثلا من الساكنة رقم واحد إلى الساكنة رقم جوج، لكن دون هجرة عكسية. يعني الأفراد ديال الساكنة رقم جوج ما كيمشيوش للساكنة رقم واحد، يعني كيكون الهجرة في اتجاه واحد من الساكنة الأولى إلى الساكنة الثانية دون هجرة عكسية. يعني بحال ملي كيكون عندنا مثلا كنسميوه نموذج قارة جزيرة، يعني كتكون عندنا واحد القارة الحجم ديالها كبير وعدد الأفراد اللي فيها كتير، وعندنا واحد الجزيرة صغيرة عدد الأفراد اللي فيها قليل. دونك فالهجرة في هذه الحالة كتكون تقريبا في اتجاه واحد، يعني من القارة نحو الجزيرة، وكيكون قليل إلى شبه منعدم عدد الأفراد اللي غيجيو من ديك الجزيرة غينتقلوا إلى القارة. دونك فكيكون عندنا هجرة في اتجاه واحد، كنسميوها هجرة أحادية الاتجاه. وكاين عندنا كذلك واحد الهجرة أخرى اللي كتسمى هجرة متعددة الاتجاهات. دونك عندنا الساكنة رقم واحد، عندنا الساكنة رقم اثنان مثلا، وممكن تكون عندنا كذلك الساكنة رقم ثلاثة إلى غير ذلك. فهنا كتكون عندنا الهجرة كنسميوها هجرة متعددة الاتجاهات، يعني كيكون انتقال ديال الأفراد عبر هاد الساكنات كاملين، يعني من الساكنة واحد لجوج، من واحد لثلاثة، من ثلاثة لجوج. دونك كيكون تبادل ديال الأفراد في الاتجاهات كاملين ما بين هذه الساكنات، كنسميو هاد الهجرة هذه هجرة متعددة الاتجاهات. دونك المهم هو أن الهجرة فهي انتقال أفراد من ساكنة إلى أخرى، وهي فيها هاد جوج ديال الأنواع، الهجرة أحادية الاتجاه والهجرة متعددة الاتجاهات. كيفاش دابا الساكنه او الهجره كتؤدي الى تغيير ترددات الحليله داخل الساكنات، وشكون كيتاثر بها؟ فاللي كيتاثر بالاساس بالتغيرات ديال الترددات بسبب الهجره هي الساكنات المستقبله للهجره. يعني مثلا في الهجره احاديه الاتجاه اللي غيتاثر التردد ديالو بشكل اكبر هو الساكنه رقم جوج، حيث هي الساكنه المستقبله للهجره. في الهجره متعدده الاتجاهات شكون اللي غيتاثر؟ غيتاثروا الساكنات ثلاثة، حيث كلهم مستقبلين للهجرة. الساكنة رقم جوج كيجيوها أفراد من الساكنة الأولى والثالثة، الساكنة الثالثة كيجيوها أفراد من الأولى والثانية، يعني كلهم مستقبلين للهجرة، وبالتالي كلهم غيتأثر التردد ديال الحليلات ديالهم. الهجرة كتأدي بعد مرور أجيال، يعني مع استمرار الهجرة كنقولوا أن الهجرة كتساهم لنا في تجانس الساكنات، يعني كتحاول تحد لي من التنوع ما بين الساكنات. يعني مثلا إذا كان عندنا واحد المورثة في الساكنة رقم واحد ممثلة بحليلين، مثلا واحد الحليل نعطيو غير مثال، حليل مثلا اف دو غران أ، يعني تردد الحليل غران أ في الساكنة الأولى هو 0.7 مثلا. إلى مشينا لتردد نفس الحليل في الساكنة رقم جوج اف دو غران أ، لقاه مثلا هو 0.2، صفر فاصلة جوج مثلا. فكنلاحظ هنا على أنه قبل ما نتكلموا على الهجرة، فتردد الحليلات الحليل غران أ عند الساكنة الأولى والساكنة الثانية ماشي بحال بحال، يعني هناك اختلاف ما بين التردد ديال الحليل في الساكنة الأولى وتردد الحليل في الساكنة الثانية. إلى دابا بدات لي الهجرة، يعني بدا انتقال الأفراد من الساكنة الأولى إلى الساكنة الثانية، أشنو غيكون التأثير ديال الهجرة؟ فالتأثير ديال الهجرة غيكون نحو جعل هاد الساكنات أكثر تجانسا. يعني هنا مثلا عندنا هجرة أحادية الاتجاه، دونك شكون اللي غيتأثر؟ غتأثر الساكنة رقم جوج. كيفاش غتأثر؟ تردد الحليل غران أ شنو غيوقع ليه؟
غيبدا يتغير، باش هاد الساكنة رقم جوج تقول مع مرور الأجيال أن يولي عندها نفس التردد اللي كان عند الساكنة رقم واحد. داكشي كنتكلموا على تجانس الساكنات والحد من التنوع، يعني ما كيبقاش اختلاف ما بين الساكنات، يعني إلا بقاو الأفراد كينتقلوا من الساكنة الأولى للساكنة الثانية غيوقع واحد الخلط وراثي ما بين الساكنة الأولى والثانية، غيؤدي إلى أن الساكنة الثانية غيبدا يتغير فيها التردد حتى يولي حتى هو قريب من 0.7، وما غيبقاش عندي ذاك الاختلاف ما بين الساكنات. إذا خدينا مثلا هجرة متعددة الاتجاهات، تردد حالي مثلا اف دو غروند دي في الساكنة الأولى هو 0.35 مثلا، في الساكنة الثانية اف دو غروند دي هو 0.8، وفي الساكنة الثالثة اف دو غروند دي هو 0.1 مثلا. دونك هنا كنلاحظ على ان تردد الحليل مختلف، يعني اف دو غروند دي عند الساكنه الاولى 0.35، عند الساكنه الثانيه 0.8، وعند الساكنه الثالثه 0.1، يعني كاين تباعد وتنوع في الترددات ما بين الساكنات. الا بدات كتوقع بيناتهم هجره متعدده الاتجاهات، غيبداو يتغيروا عندهم الترددات بثلاثة حيت كلهم مستقبلين للهجرة. كيفاش غيتغيروا هاد الترددات؟ ما غتبقاش عندي هنا 0.35، هنا 0.1، هنا 0.8، غيبدا التغيرات حتى يوليو بثلاثة عندهم نفس التردد، يعني غيوليو ساكنات متجانسة. دونك داكشي اش كنقولوا ان الهجرة كتحد من التنوع الاختلاف ما بين الساكنات وكتساهم في تجانس ديال الساكنات. لذلك في المبيان المرجعي ديالها خدينا تردد الحليلات مع مرور الأجيال، مثلا عند هاد الثلاثة ديال الساكنات، مثلا عندنا واحد الساكنة تردد الحليلات عندها أو تردد الحليل عندها هو 0.8، عندنا الساكنة الأخرى تردد الحليل عندها هو 0.35، وعندنا مثلا الساكنة الثالثة تردد الحليل عندها هو 0.1. فهنا كاين اختلاف في تردد الحليلات ما بين الساكنة الأولى والساكنة التالية والساكنة الثالثة. إلا بدات كتوقع بيناتهم هجرة متعددة الاتجاهات، الهجرة شنو غدير؟ غتحدث واحد الخلط ما بين هاد الساكنات، غيخلي هاد الساكنات أكثر تجانسا، يعني أن الترددات غتبدا تغير بحيث ان في النهايه هاد الساكنات كلها غيولي عندها تقريبا نفس التردد ديال الحليلات. دونك مع مرور الاجيال غيبداو يتغيروا الترددات حتى يولي عندي في النهايه واحد التردد متوسط عند الساكنات بثلاثه، غيولوا كلهم عندهم تقريبا نفس التردد. هنا كنتكلموا على ان الساكنات اللي كانت مختلفه بسبب الهجره ولات ساكنات متجانسة ومتشابهة في الترددات ديال الحليلات.